باش واحد يكون هكا ارتاح والا نستعملهم كاريمون في العلاجات. مدام شيراز مسعودي نهارك اسعد الايام. مرحبا بك. مرحبا بك لله. يعيشك وشكرا على الاستضافه. ربي يخليك وشكرا لك انت اللي قبلت دعوتنا واللي ان شاء الله معك انت. خلينا نعرف معناتها العلاج بالاحجار، شنو تقصدوا به مدام؟ ساعه فسره لنا خلينا نفهموا معك. نيكولا تسلا يقول الكريستالات كائنات حيه في بدايه الخلق، وكلامه صحيح. هما توسكي كريستو، يعني كل حاجه جايه من بطن الارض سي تان كريستال، يعني كل حجره سي تان كريستال، ميم الرخام. الرخام سي تان كريستال، من نوع من الكريستالات. هي كائنات حيه في بدايه الخلق، والكون الكل يرسل كلمه جينيرالمون الناس ما تحبهاش، ما هي الذبذبات. اها، وعلاه ما يحبوهاش؟ حاجة علمية برشا، مانيك يقرأوا الفيزياء ويقرأوا النووي يعرفوا اللي هو في الخب وكل تخلط كل حاجة في الدنيا عندها ذبذبات. الكريستو كل نوع متاع كريستال يخرج ذبذبات معينة تتوالم مع ان بوزوان، مع حاجة احنا نحتاجوها. باه هيت خلينا نزيد نفهم اكثر. احنا في تونس حاجة جديدة علينا ذي. جديدة. باهي، وين ظهرت؟ وين تعلمتوها؟ منين خذيتوها المعلومات هذيا؟ تو بعد نجيو عليهم، معناها شو ما أنواع الكريستو، شو من الحاجات اللي أكثر تأثير عليها، أكثر تأثير معناها الحجارة تنجم تأثر فيها أكثر. العلاج بالأحجار الكريمة منتشر بصفة خاصة في الهند والصين. ومن بعد بدا ينتشر مع انتشار الهنود والصينيين في أنحاء العالم، بدا ينتشر العلاج، وصل لأمريكا، وصل لكندا، وصل لأوروبا، سورتو في فرنسا. تو الناس ياسر جربوا العلاج بالأحجار الكريمة ومصدقينه. ولا فما دي سبيسياليست في العلاج ورفع الطاقة، ورفعت معناها أنهم ينحيوا الطاقة السلبية بالأحجار الكريمة. باهي، هل التونسي مقتنع بهذا؟ هل فما إقبال من عند التونسي على نوعية العلاج هذه؟ هي لاليتوثيرابي أون ليم أو أون ليم با، يتحبها يا ما تحبهاش، يتقبلها يا ما تقبلهاش. ثم ناس يقولوا لا ما هيش صحيحة، اللي هما الأغلبية، وثم ناس مقتنعين بالكونسيبت، وسورتو اللي جربوا العلاج بالأحجار الكريمة ويلقاو النتيجة اللي يحبوا عليها ومام أحسن من اللي يحبوا عليها. دونك بيان سور التجربة خير البرهان. نرجع سؤالي، التوانسة في مجملهم بداوا وألا مازالت الحكاية جديدة عليهم؟ الكونسيبت مازال جديد في تونس. مازال جديد عليهم. اي باهي. اجا زيد خلينا نزيدوا نغمقوا اكثر. شنو ما الكريستو او شنو ما انواع الحجاره اللي تستعملوهم لتحسين الطاقه؟ مثلا انا جربته كعلاج قبل، مش كعلاج يعني، جربت انه دي بيير يتحطوا مثلا في البيت، يقول لك لتحسين مثلا عشان، ولا تلبسها في رقبتك الشركه بالبيير هذيك، تلبسها في رقبتك لتحسين المزاج، والا ساعات يقول لك هذه تنحي الوجيعه، والا ساعات يقول لك تحكي لك على التدام نتاعك. والحقيقه كانت مره منذ سنوات، معناتها هذايا اللي جربت معاه هو تركي، معناها مش تونسي، ف وكهو فات الحكايه غادي كي لقيت تونسيه تخدم على كونسيبت كيما هكايا، تستحق انه احنا كتوانسه نشجعوا بعضنا ساعه. يعيشك. وانه نعرفوا ونثمنوا مجهودات بعضنا، ونقولوا للتوانسه راهو فما هالكونسيبت هذا، راهو فما توا في تونس. مهم ياسر للي يحب يجرب بيان سور. باهي، للي يحب يجرب يقول لك اي والله مثلا جربت مساج او بيير فولكانيك مثلا، هل بيير فولكانيك تعتبروهم انتم دي بيير ولا لا نوع اخر؟ بالطبيعه بالطبيعه. شو انواع البيير اللي تستعملوا؟ فما ملايين الكريستو، فما ملايين الانواع، وحتى الجوده تختلف من حجره لحجره. معناها طاقيا ما تنجمش تخدم بحجره جودتها ضعيفه. هذه اللي يفرق، على خاطر الذبذبات اللي تخرج منها ذبذبات ضعيفه ما تنجمش تتناغم معاك. وثم التفعيل الطاقي والشحن الطاقي للاحجار الكريمه، اللي هي الكريستال بطبيعتها عندها ذبذبات، لكن انت كخبير طاقي باش توجه الذبذبات في الاتجاه الصحيح. ناخذ احنا اكزامبل حجره الجاد الوردي، اللي هي من اكثر الاحجار اللي شخصيا نحبهم ونلبسهم ونعتقد فيهم. حجره الجاد الوردي مثلا نجم نعالجوا بها شاكرا القلب. موضوع الشاكرات ممكن نهار اخر نجم نعالجوا بها شاكرا القلب، وفي نفس الوقت إذا كان نفعلوها تفعيل طاقي لعلاج شاكرا القلب،
وإذا كان نفعلوها تفعيل طاقي لزيادة طاقة الجمال والأنوثة عند المرأة تمشي معنا في الاتجاه هذاك. ولهنا بخلينا نكون واضحين زيدا، راهو لي شاكرا هذوما علم آخر تنجموا تكتشفوهم حتى كي تحطوهم على جوجل. لي شاكرا يستعملوهم ياسر في علم الطاقة. أكثر الحاجات اللي سهل أنك تبدلهم ولا أنك تستعملهم ولا للناس اللي تسمع فينا مثلا، أكثر الأحجار اللي ممكنة واللي تنجم تعاونك شنوما ولشنو تنفع؟ هي كومبينيزون متاع سبعة أنواع من الأحجار لعلاج الشاكرات السبعة. سبعة وي. يعني أنت لهنا العلاج بالحجارة هو علاج بالطاقة بالأساس مرفوق بالحجارة. أكيد. به. علاج طاقي عن طريق الأحجار الكريمة. أي. وبالنسبة للأحجار فما نوعية الألماس والزمرد والغوبي، النوعية ذيك موجودة اللي هي لا تري اوت كاليتي اللي مش الناس الكل تقدر عليها بالطبيعة. وثم الأحجار اللي يتقال عليهم نصف كريمة لكن هي كريمة جدا ومعطاءة جدا، وقت اللي يصير التفعيل الطاقي الصحيح متاحة احنا ننجمه مثلا على طريق حجرة السيترين ناخذ نفس القيمة الطاقية الحجر الألماس حجرة الملاكيت، حجرة بديلة كما احنا نقولوا الأحجار اللي غالية برشا، حجرة الملاكيت بالتفعيل الطاقي الصحيح تعطينا نفس القيمة الطاقية للزمرد. به دونك هنا انا الحقيقه حبيت ناخذ فكره معاك اكثر حاجه وزيد حتى معناتها معاك انت مدام فما تفاعل ويشكروا فيك على خاطر فما مدام فوزيه قالت لك شكرا لمن ينيرون الطرقات بقلوبهم البيضاء. يعني شكرا على المعلومه. فاحنا زين نشكروك مدام على التفاعل وغيرها من بعد من تعليق تنجم ترجع انت تشوفهم. إذا كان نلخص كلامك مدام شيراز المسعودي نقوله أنه هو علاج بالطاقة بتات ريكي خاطر حكيت على الشاكرات، دونك المكتر باش يكون ريكي ما هو اللي يخدم يسرى على الشاكرات. فبالعلاج بالطاقة بالشحن الطاقي تنجم تعاون بالذبذبات اللي تجي من الأحجار هذي. هذا هو صحيح. فلا إن شاء الله في مرات قادمة مدام ناخذوا حجرة واحدة نوريوها نقولوا لشنو تنجم تنفع وكيفاش كان ممكن، وانت خبيره أكيد في الطاقه. اكيد مرحبا. هو وكخبيره في الطاقه مازال نجم ناخذ منك برشا حاجات خاطر اليوم زاد العلاج بالطاقه قاعد معناها ماخذ قبيل كبير برشا حتى في تونس راهو وليت راهم بالزيد وليت راه بالبرشا يقول لك خبير في الطاقه والا معالج بالطاقه. فشكرا لك على وجودك بحضنا. يعيشك شكرا. مدام قلت لي انت مدام ميسيج انا ما حفظتش راهو الباج نتاعك سوغ انستغرام ما حفظتش ميسيج للناس اللي تسمع فينا الاسم هو غريب شويه على الانستغرام. اب سكيل تشاشا الاسم غريب شويه نعاودوه ميسيج اب او بي سكيلد سكيلد شاشا لاصق لبعضه. فوالا دونك هذه الباج نتاعك على انستغرام للناس اللي تحب تتعلم اكثر ولا عندهم سؤال يحبوا يطرحوه عليك. مرحبا بالطبيعه. يتفضلوا معناتها يسالوك على الباج نتاعك ولا حتى على الباج نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا. تدخل على الباج وجاوبهم اذا كان ممكن. أكيد. مدام شيراز المسعودي شكرا لك، حبيت نكتشف نوع اخر من انواع العلاجات معك. شكرا لك على وجودك بحضنا. يعيشك.